أهلا بكم في ترند. الفحوصات الطبية اللي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه تكللت ولله الحمد بالنجاح والتوفيق. هذا الخبر اللي أثلج الصدور وجعل رواد تويتر يغردون معبرين عن سعادتهم داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد. وزارة الصحة نشرت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المراحل الأربع لعمليات التجارب السريرية للقاح كوفيد-19، وتتضمن المراحل الخطوات التالية: المرحلة الأولى يتم فيها التأكد من فعالية اللقاح، والمرحلة الثانية يتم فيها تقييم توليد المناعة لعدد محدود من الأفراد، أما المرحلة الثالثة فهي لدراسة فعالية اللقاح على شريحة أكبر من الأفراد. المرحلة الرابعة والأخيرة يتم فيها تصنيع اللقاح ودخوله الحيز التجاري ومتابعة نتائجه وفعاليته على المدى الطويل. تحت شعار أبطال الحياة الحقيقيون تحتفل دول العالم في 19 من أغسطس باليوم العالمي للعمل الإنساني. يتذكر العالم سنويا في هذا اليوم العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا أو جرحوا أثناء تأدية أعمالهم. وفي هذه السنة يحل اليوم العالمي للعمل الإنساني مع تواصل الجهود العالمية المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 واللي تشكل أكبر التحديات اللي تواجه العمليات الإنسانية بجميع أنحاء العالم. غير محرك البحث جوجل شعاره على الصفحة الرئيسية للبحث بصورة لعالم الكيمياء الألماني يوليوس لوثر ماير بمناسبة ذكرى ميلاده. لوثر ماير ولد يوم 19 أغسطس عام 1830، وهو أول من أظهر العلاقة بين الأوزان الذرية وخواص العناصر، كما استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر ووجود علاقة بين الكتل الذرية. في الهند تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفلة الهندية باهاما اللي تبلغ من العمر سنتين، واللي بسبب عمل أبيها في رعاية الفيلة أصبح لدى الطفلة علاقة صداقة جميلة جدا بينها وبين أنثى فيل. الجيران وأهل المنطقة اللي تعيش فيها باهاما كانوا خايفين عليها في البداية، ومن ثم أدركوا حجم الصداقة بينها وبين أنثى الفيل. نتابع. وبهالخبر نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من الترند. في أمان الله.